والدته تمنع من قيادة السيارة خوفا عليه من الحوادث، يقول توفيت هل يلزمني الالتزام بكلامها؟ جواب اللجنة: طاعة الأم واجبة، وترك قيادة السيارة تحقيق لرغبتها ورفق بها وهو من البر، لكن ما دام أن والدتك توفيت ومصلحتك تتطلب قيادة السيارة فنرجو أن لا حرج عليك في تعلم قيادة السيارة، لأن تأثر والدتك إنما هو في حياتها.